تحت إشراف شركة ماستر آرت كوميونيكيشن كامباني قريبا ترقبوا برنامجا خاص عن الفنانة المغربية التي تشق طريقها نحو النجومية، فنانة طربية بامتياز، إنها الفنانة سناء حبيب. فنانة وعدت بالكثير، وعدت كل العرب وكل المغاربة. قريبا على ماستر آرت كوميونيكيشن كامباني فيلم خاص بهذه الفنانة، ترقبوا قريبا. ليالي الفرح، ليالي الطرب، بشراكة مستقبلية مع شركة ماسيسي للفنون والتواصل بكل مشاهديها عبر هذا المنبر الإعلامي الجديد. وأيضا نرحب بكم معنا حتى نتعرف على فنان الدكتور محمد الهلال، خبير وطني وأيضا هو مدير أعمال لهذه الفنانة. وأيضا معنا الفنانة سناء حبيب. حبيب في حياتي اليومية، تمنيت من جمهوري المغربي يعرف، يحاول يتعرف عليك أكثر، يعني حياتي فين كندوز نهاري، فين كنمشي، شنو كندير كفنانة، كيفاش كنهي جو العمل ديالي. وأكيد إن شاء الله من بعد غادي تشوفوني كيفاش تعايشوني على المسرح. وصلني في الأول جلسة اللي جلست فيها في واحد المكان، وكنت تضربت بهذا الصوت ديالها. ولكن أنا قلت لكم بأنه ماشي هي جلسة قدامي كنقول هذا الشيء، لأن الحقيقة وانتم ما تسمعوها إن شاء الله بأنها فنانة ذو أخلاق عالية، ذو إحسان. الدور انني نعلن لاول مره للجمهور المغربي على مدير اعمالي الفنيه وشركه الانتاج المغربيه اللي احتضنتني كصوت وكتساعدني حاليا باش الجمهور المغربي يعرفني. صراحه الجمهور المغربي عرف صوت سناء حبيب عبر لي راديو وعبر سهرات، بالحق عمره ما عرفوا سناء حبيب كانسانه كصوره.
الفضل كله كيرجع نقدم لكم مدير اعمالي مو مانجر الدكتور الهلال. قبل ما تكون ثقافة، ثقافة هي تربية، قبل ما تكون تربية فهي شيء يخص الإنسان نفسه. وكنقول أن أي بلد أي شعب بدون فن ما عندوش الروح دياله، وإذا غاب هذا الفن ولا غاب هذا الفن كيغيب الجوهر ديال الإنسان اللي تيبغي تتغيب. شكون هو المدير الفني ديال الفنانه المغربيه سناء حبيب؟ ولا سمحتي لي انا بهذا المصطلح غنفضحك اليوم. مرحبا لالا، مرحبا. غنفضحك اليوم قدام الجمهور المغربي. اول حاجه قبل ما نهضر على مون ديريكتور كان يعني الطريقه ديال التعامل ديالنا والاختيار يعني كانت يعني ناجحه عند تبارك الله. بكل صراحه 14 سنه ديال الشغل في المجال كفنان كتقني كباحث في هذا المجال هذا وفي قلبي العوافي ونيران لشوا نيران شوا غيرك يا يما الحنينة لمن يسغلي مرسي. شكرا شكرا لحضرتك، شكرا لحضرتك.